قوم نفس القوم لهذه المعركة. الرجل وإيمانه بعدالة اجتماعية لا يمكن أن تحقق إلا في خلق مناصفة بينه وبين سي حسن. الله يخليك، شنو سبب الحضور ديالك في هذا الحفل؟ وانا كعضو الجمعيه المغربيه للصحفيين الرياضيين جيت باش نحضر مع الاخوان ديالنا، لاننا بهذا بشراكه مع المعهد العالي للصحافه نضمن هذا الحفل اللي كيكرم المرأة المغربيه، مجموعه من الفعاليات ولا مجموعه من الفاعلات داخل مجالات متعدده تم التكريم ديالهم، ومن خلالهم تم تكريم المرأة المغربيه بصفه عامه في هذه الذكرى ديال 8 مارس. وهي مناسبة كذلك للحديث عن ما تحقق للمرأة، ما ينبغي أن يكون خير للمستقبل، ولكن كنظن أن المرأة فقط لم تعد تنتظر، ولكنها تنتزع مجموعة من حقوق، مجموعة من تنتزع مكانتها أيضا داخل المجتمع. يجب أن ننظر للأشياء من خلال ما تحقق. ربما الأرقام التي ذكر أحمد طلال أو ذكر بعض الإخوان تشير وتحدد أنه المرأة المغربية أصبح لها مكانته، إن كان أن الأرقام ليست فقط هي المحدد الأساسي للمكانة التي يمكن أن تعكس لنا المكانة التي تحتلها المرأة حاليا. سي حسن الله يخليك، شنو سبب غياب ديالك على الشاشة الرياضية؟ فعيدنا أن السي حسن كان في جميع المقابلات ديال سواء المنتخب الوطني سواء الفرق الوطنية، شنو سبب غياب ديالك؟ لا هو ماشي غياب، هو بعض الأحيان أنه كنظن بعض الأحيان الوضعيات كتتغير، الانسان كيكون مثلا انه صحفي كتشتغل على مستوى اولا بالنسبه للبث ديال المقابله ديال كره القدم، القناه الثانيه لم تبت البطوله الوطنيه، كانت هناك برامج التي قدمنا خلال مراحل متعدده والتي كان لها اشعاع، ولكن يجب ان نعطي المشعل لصحفيين اخرين اكثر، ربما الشباب باش يقدموا برامج اللي هي الان برامج على القناه الثانيه، ولكن احنا الان في اطار تسيير، في اطار تدوير القسم الرياضي، وايضا في اطار تكوين اجيال اللي تكون مستقبلا تكون هي الخلف لنا، او لا تكون كاع ربما ماشي على الخلف فقط بنفس الصوره وبنفس المعطيات، ولكن الخلف اللي يقدر انه يشد المكانه اللي حقها حقتها الاسماء اللي كيعرفها الجماهير، كتعرف الجماهير المغربيه داخل القناه الثانيه واللي كان لها شرف تاسيس القسم الرياضي. اذا احنا في التسيير وفي التكوين ديال واحد الجيل الان اللي كيتكون باش يكون الخلف ديالنا على مستوى الصحافي، ولكن ايضا على مستوى تدبير القسم الرياضي اللي غتكون راه لكل بدايه نهايه بطبيعه الحال. في الاخير سي حسن الله يخليك، شنو الراي ديالك في عوده الجماهير المغربيه؟ وما يمكن نختصرها الا بجمله واحده، شاهدنا كيفاش الاداء ديال فريق الوداد البيضاء امام فريق الزمالك، يمكن هذه كتعكس الصوره اللي كيفاش ان الجماهير يمكن كتعطي واحد النكهه اخرى للمقابلات، كتعطي واحد الدعم معنوي ونفسي للاعبين باش يعطيو احسن ما، اكيد انه ملي كتكون كلاعب وسط مدرجات فارغه ماشي هي نفس المعطى ملي كتكون مدرجات ممتلئه، كتكون شعارات، كتكون واكثر من ذلك انه من غير الدفء اللي كيحسوا به اللاعبين ديال الجماهير والدعم اللي كيقدموا لهم، كتشوف ديك الصور اللي ولاو الجماهير كيبدعوا فيها باش يشجعوا الجماهير ديالهم، وفي كل في احترام تام اولا للروح الرياضيه، وهذا الاهم اللي دائما كان تحدثنا في عن بعض المقابلات اللي كتعرف شغب اللي كتعرف، ولكن الان ملي كتشاهد 70,000 وكتشوف المقابلات وكتشوف الاهداف وكل شيء كيخرج سالم، هذا هو الهدف وهذا هو الغايه الاساسيه ديال كره القدم والرياضه بصفه عامه. شكرا سي حسن. شكون سبب الحضور ديالك اليوم؟ الحضور ديالي هو حدث يهم المراه، وانا ابن امراه الله يطول في عمرها، هي نشيش الوالده ديالتي التي علمتني وارشدتني بعد الله سبحانه وتعالى، وعندي زوجتي الله يشافيها وتكون بخير وعلى خير، واخواتي ايضا اللي كنعشقهم وكنحترمهم، كل هذا جعلني انني نكون حاضر اليوم هنا في هذا الحفل الخاص بالمراه، وليس هناك رجل في العالم في الكون لا تربط علاقه بامراه ولدته عاشرته درسته تحب تعشقه تتعايش معه. نحن في وطننا اليوم هذا ماشي فقط تكريم باش نعطيو للمراه شي حاجه، هو تذكير بالقيم اللي خاصها تكون، حنا ما نتسناوش ان غادي يجينا من الغرب القيم ديال المراه واحترام المراه والدفاع عن المراه، المراه ما كتحتاجش منا حنا امتيازات، عطوها حقها، الحق ديال المراه هو المجتمع المغربي ليس مجتمعا ذكوريا،
المجتمع المغربي هو مجتمع متساوي، الدستور المغربي في الفصل 19 الذي جوج يلا. السلام عليكم، شكرا للاستضافه، تحياتي لكم، تحيه لجميع النساء المغربيات داخل المغرب وخارج المغرب، تحيه لكل نساء العالم، تحياتكم لهم، تبارك الله عليكم. فالمراه المغربيه الى الامام، الى الامام دائما. انا فرحانه جدا كون انني كنتكرم مع دكاتره ومع اساتذه كبار. كنقول للاستاذ احمد طلال شكرا لك، تبارك الله عليك، ولجميع الصحفيين لا الرياضيين لا الصحافه المسموعه ولا المكتوبه ولا جميع الصحافه، شكرا شكرا بزاف، وانا جد سعيده بهذا التكريم.